يعني لأول مرة في العالم شفاء مريض بمصاب بالسكري باستخدام الخلايا الجذعية، وإليكم تفاصيل التجربة. في 2021 خضع مريض مصاب بالسكري يدعى شيلتون، تجاوز 60 عاما، لعملية زراعة الخلايا المبتكرة بواسطة باحثين في الصين، وبعد 11 أسبوعا فقط لم يعد الرجل بحاجة إلى إبر الأنسولين، وفي عام واحد فقط استغنى عن تناول الأدوية المتحكمة في مستويات السكري في الدم. وعلى الرغم من خضوع الرجل لعملية زرع كلية في 2017 أفقدته وظائف البنكرياس والتي تتحكم في مستويات الجلوكوز في الدم طبعا، ما اضطره للاعتماد على حقن الأنسولين يوميا، إلا أن الباحثين أعادوا تشكيل أنسجة البنكرياس في بيئة صناعية وحولوا خلايا الدم وحيدة والخاصة بالمريض إلى خلايا بديلة. طبعا أعلن العلماء شفاء المريض واعتبروا هذا إنجاز تقدما آخر في مجال الطب.